من تحرك أممي وصوفة الانتهاكات لم تحاسب نفسها. المشكلة في توصيات السيد بسيوني أنها توقف القمع إذا تم تنفيذها وتعاقب من قام بهذا القمع وهذه الانتهاكات، وهذا يعني أن الدولة البوليسية تسقط، وإذا سقطت الدولة البوليسية سيكون في إمكان الشعب أن يتحرك أكثر من أجل المطالبة بحقوقه السياسية في دولة ديمقراطية. لذا قلنا في بداية صدور هذا التقرير ونقول الآن لا يمكن تنفيذ توصيات السيد بسيوني بهذه الحكومة، يجب إسقاط هذه الحكومة واستبدالها بحكومة وحدة وطنية، حكومة انتقالية مؤقتة يمكن عند ذلك النظر في تحقيق توصيات بسيوني، ولن يتم التنفيذ الكامل إلا في ظل الحكومة المنتخبة التي تنطلق من احترام الشعب واحترام حقوق الإنسان.